عودة مرة أخرى لنشرة المصر اليوم من القاهرة والناس وإلى الشأن الخارجي. فلقد أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ميتس أمام الكونغرس أن فرنسا أرسلت جنودا من قواتها الخاصة إلى سوريا خلال الأسبوعين الماضيين لتعزيز القوات الأمريكية شمال شرقي سوريا. وفي سياق آخر قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني وزير الخارجية القطري أن تصريح نظيره السعودي عادل الجبير حول وجوب دفع قطر أموالا مقابل الوجود العسكري الأمريكي في سوريا وإرسال القوات إلى هناك لا يستحق الرد. عودة لحضرتك باشمهندس، برأيك هل فرنسا تنخرط أكثر في الصراع السوري بإرسالها قوات خاصة خلال الفترة الماضية؟ ربما ماكرون ما يعني ما مسك أول حكمه في فرنسا كان ليه زيارات مهمة أوي للمنطقة، ليه تصريحات مهمة أوي حول المنطقة، وكنا يمكن في برنامج عند حضراتكم قلنا هيكون هناك دور جديد لفرنسا في السنوات القادمة. فرنسا هي الممثل من الواضح، هي الممثل الجديد لإرادة أوروبا، وهي القادرة على وجود قوات بعدد مناسب أنها ترسلها عبر الحدود لتعاون القوات الأمريكية، وربما هي هتكون العلاقة الأقوى في الفترة القادمة مع الولايات المتحدة الأمريكية. فوجود فرنسا في المنطقة برضو أمر مش غريب، لأن فرنسا كانت في سوريا قبل التحرير، وكانت موجودة في لبنان، وكانت موجودة في المنطقة دي فترات طويلة جدا، وكانت موجودة في دول عربية كثيرة، سواء من خلال احتلال، سواء من خلال سياسات خارجية، سواء من خلال تدخل، معونات، سمي ما تسمي. ولكن فرنسا لاعب ليس بجديد على المنطقة، دخوله في اللعبة في هذا التوقيت أمر ربما هناك جديد. وأيضا تصريحات ترامب برضو ما المفروض ما تمرش علينا بمرور الكرام، موضوع 12 مايو اللي هو اتفق على حاجات لازم تحصل قبل 12 مايو، التصريحات اللي شكلها الرسمي تهديدات وباطنها إن من تم تهديدهم سيقوموا بالالتزام سواء في 7 تريليون أو بإرسال جنود داخل سوريا. ما هو حجم الضغوط التي ستمارسها الولايات المتحدة على المنطقة لتنفيذ ولو 50% مما صرح به ترامب في المؤتمر الأخير مع ماكرون؟ وما هو حجم التدخل اللي هو هيكون قادم؟ ما هو حجم الضغط على الدول العربية اللي بشكل مؤكد اللي هو عشان يرد بعض الأموال؟ ما صرح به الشبير بقى في النص الثاني من الخبر، هو ربما ما صرح به ترامب راح حادف هذا التصريح على قطر، ان قطر اكبر الدول اللي كانت داعمه للتواجد الامريكي في سوريا، اكبر الدول داعمه للتقسيم، اكبر الدول للاسف اللي ليها ايادي مع جميع الميليشيات المتواجده على الارض، فتكملي دفع يا قطر بقى، ما انت اللي بتدفعي ثمن هذه الحرب، كملي سداد الفاتوره لهذه الحرب. ولكن لازم بقى في الاخر نحترس احنا كدول عربيه، قادم حاجة تانية وحاجة جديدة وسياسات جديدة أمريكية أعتقد هتكون مليئة بحركات المغامرات السياسية الغير محسوبة. نتمنى أن يكون كل الدول العربية واخدة حذرها من ما هو قادم، لأنه بيهدد الكل في الكل، بيتكلم على وجود ناس في الحكم، بيتكلم على وضع اقتصادي، بيتكلم على جنود، بيتكلم على مستقبل المنطقة كأنه هو الحاكم بأمره في هذه المنطقة. فالقادم سيكون لا يحتاج رجال أقوياء في كل مكان، ونتمنى نكون نستطيع ان احنا نمر بالمنطقة في الأزمة دي.